بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زلنا نتذاكر حول تلك الآيات المباركات في أول سورة آل عمران، ثالث سور القرآن ترتيباً باعتبار ترتيب المصحف الشريف، والسورة المدنية العظيمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة، شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وأدركنا أن هذه السورة الكريمة المباركة كان لها سبب نزول، وهو ذاك الحدث الذي كان فيه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران، عندما وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوا به، وكان بينهم ذلك الحوار والجدال في مدة أيام بقوا فيها في المدينة النبوية، وكان لذاك الحدث أن نزلت هذه السورة الكريمة، وكانت قضيتها قضية التوحيد وقضية الإيمان بالله جل جلاله، توحيد الله وإفراده بالعبادة في مقابل ما كان عليه نصارى نجران من الكفر والإشراك بالله، وذلك أثر من آثار التغيير والتبديل لرسالات الأنبياء، إذ أولئك القوم ينتسبون إلى خاتم رسل بني إسرائيل روح القدس عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكنهم لم يكونوا لا على ملته ولا شريعته كما كان هو عليها عليه الصلاة والسلام. فذاك التغيير والتبديل أوقعهم في الشرك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مجيئهم لم يكن مجيء طالب للحق، ولم يكن مجيء راغب في إدراك صدق هذا النبي الذي سمعوا به من عدم صدقه، وإنما جاءوا والاختيار الذي اختاروه أن يبقوا على ما هم عليه، وهذا العزم بهذه الطريقة لن يبلغهم الحق. وتبين أن الصارف لهم في رحلتهم أن يكونوا طالبين للحق ما كان يصلهم
ما كان يصلهم من قيصر الروم من الأموال، سواء كان لوجهائهم وخصوصاً علمائهم وخصوصاً عالمهم الذي ذاعت شهرته في الآفاق بالنسبة للنصارى، فكان قيصر الروم يخصه بالعطايا ويعم قومه بتلك العطايا إكراماً له، وأن تلك العطايا ظهرت فيما هم عليه من ذاك اللباس وتلك الدواب، وأثر ذلك في هيئتهم ومشيتهم، فلذلك كان المجيء لا مجيء طلب للحق، ولكن خوفاً أن يسلبوا ما هم فيه، وأيضاً أن يطلعوا على خبر هذا الرجل الذي بدأ صيته يذيع في الجزيرة، وأنه هو النبي الخاتم، نبي آخر الزمان. والقضية إذن هنا الوقوف على هذا السبب الصاد عن قبول الحق، وهو التعلق بالدنيا، الطمع في المال والرغبة فيه، وخصوصاً عندما يبدأ أثر ذلك المال، فيجعل هذا الإنسان بين الناس محل النظر، ويصبح هذا الإنسان يسمع أنه محل رغبات الكثير من الناس أن يكونوا مثله، ويرى أن الناس يطيعوه ويتودد إليه ويعاملوه بالاحترام والتقدير مما هو فيه من هذا الأمر من الدنيا، وهذا محل الفتنة الذي صد هؤلاء أن يقبلوا الحق، بل أن ينووا مجرد النية أنهم راغبين في معرفة الحق والانقياد للحق، وهذا أمر عظيم. فلذلك هم لم يقبلوا، لأنه هذا كان الحال حال قدومهم. ثم كيف هذا الأمر قادهم إلى أن يتعاملوا مع وحي الله جل جلاله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قرأه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعهم إياه؟ كيف تعاملوا معه بمنهج عجيب غريب؟ ما هو ذلك المنهج؟ أنهم فيما سمعوه وجدوا أن هناك كلمات قرآنية مجملة حمالة ذو وجوه في القضية التي هم يتبنونها، وهي القضية المرتبطة بعيسى عليه السلام، وهناك كلمات قرآنية في هذا الخصوص محكمة واضحة لا تتحمل إلا وجهاً واحداً في الفهم والمراد. فماذا فعلوا؟ وماذا دل لهم قلب الزيغ والعقل المنحرف المتعلق بالدنيا والبصر المعمي بتلك الشهوة؟ فدلهم هذا كله إلى أن يتمسكوا بتلك المتشابهات، وأن يتركوا المحكمات، وأن يكون هذا آخر ما خاطبوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا له قائلين: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألست تقول وفي كتابك أن عيسى روح الله وكلمة مؤمن وأنه روح القدس؟ قال: نعم. قالوا: إذن يكفينا هذا،
طيب، وإخباره جل جلاله أنه عبده وأن مثله كمثل آدم خلقه من تراب فهو خلق من خلق الله، هذا البيان المحكم غض الطرف عنه وأخذوا منه تلك المتشابهات لكي يخدعوا بها قومهم، وأنهم لم يجدوا عند هذا النبي ما ينقض ما هم عليه من الاعتقاد بأن عيسى هو ابن الله. فلما كان الأمر بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذه الكيفية في اعوجاج المنهج في التعامل مع القرآن، والصحابة يحضرون والصحابة يسمعون والصحابة ينظرون إلى هؤلاء الناس وما هم فيه من جمال الهيئة وما هم فيه من العبادة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يتعبدوا في مسجده تلك الأيام، فهذا أمر ومظهر قد يكون له أثر على هؤلاء القوم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رأوا. والقرآن كتاب الهدى، كتاب التذكير الذكر، فإنه لم يترك الناس في تلك الحقبة والحال ما ذكر بدون بيان وذكر حال هذا الأمر الذي ينظرون إليه ويسمعون تلك الأقوال وينظرون إلى ذاك الحوار ويرون تلك الطريقة، ولكن البيان لا بد منه. فتتنزل هذه السورة وتبين تلك الحقائق بذاك البيان العظيم العجيب المبتدئ بأعظم مفتاح لصلاح أعمال الإنسان في هذه الدنيا، أعظم مفتاح لصلاح أعمال الإنسان في هذه الدنيا، بدونه لن يكون لهذا الإنسان عمل صالح، وإنما يكون عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما هو هذا المفتاح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، هذا مفتاح كل خير، وبه يتحول العمل إلى عمل صالح طيب خير مبارك، وبفقده فلا صلاح لعمل، ولن ينتفع صاحب العمل الفاقد لهذا المفتاح أبداً. فإذا ما جاء يوم القيامة بين يدي الله فحاله كمن ينظر إلى السراب فيسعى نحو ذلك السراب يظن أنه ماء، وكلما اقترب لا يجد شيئا. فهذا حال من كفر بالله، هذا شأنهم، هذا حالهم. فلذلك كانت بداية هذه السورة ببيان هذا المفتاح الذي فقده هؤلاء القوم نصارى نجران. ولكن الأمر يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إظهار أكثر، فلذلك جاء البيان كيف فقدوا هذا المفتاح الذي به تصلح الأعمال، ما هي الأسباب، ما هي الدواعي. فعندما تجلى ذلك للصحابة وإذا بهم رضوان الله عليهم وهم أهل الإيمان وأهل الصدق، من رضي الله عنهم ورضوا عنه، من اختارهم الله واصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم
فعندما أدركوا ذاك السبب الذي جعل نصارى نجران يفقدون ذاك المفتاح العظيم، وأنهم عندما فقدوه حكم عليهم رب السماوات والأرض بزيغ قلوبهم، ما وسعهم مباشرة إلا وماذا؟ وهم يلجؤون إلى الله طالبين من الله عز وجل ألا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب هؤلاء وهم ينظرون ويسمعون حديثهم. وقلنا عندما وقفنا مع هذه الآية وهذا الدعاء العظيم كيف أنهم صدروا دعاءهم بذاك الاسم العظيم للرب جل جلاله المشتمل لمعاني الربوبية، معاني الرحمة، معاني العطاء، معاني الإنعام والفتح، معاني تمام الملك، معاني استشعار أن بداية الإنعام من الله، ثم أيضاً أنهم ينسبون هذا الاسم إليهم لا إلى غيرهم، لا لأنه ليس رباً لسواهم، ولكن كأنهم يقولون ربنا نحن من علم العلم الصحيح بأنك أنت رب كل شيء وأنه لا رب سواك، فيستنزلون بذلك مدد السماء وعون الله ورحمة أرحم الراحمين بذكر هذا الاسم العظيم ربنا. ثم هنا لأنهم رأوا هؤلاء القوم وما سلكوا وما انتهوا إليه وأدركوا تماماً ما هي النتيجة التي ستكون إثر ما سلكه نصارى نجران، فكان الدعاء دعاء فزع وخوف، دعاء طلب وترجي، دعاء مستغيث أنه أعطي كنزاً عظيماً فرأى أناساً فرطوا في مثله وهو بين يديه فأصبح خائفاً أن يفقده كما فقد أولئك هذا الكنز العظيم، وأنه لا ينقصهم أنهم لديهم حاسة العقل كما هي عند الصحابة، فهؤلاء قوم يتكلمون بمنطق، ليسوا أهل جنون، ليسوا مظهرهم مظهر السفهاء، وإنما يحسنون الكلام، يحسنون الحوار، ولكن مع ذلك زاغوا عن الحق. فلما رأى هؤلاء وهم بهذه الكيفية والحال، إلا أنهم لم يوفقوا أن يثبتوا على الحق، فأدركوا أن المفزع إنما هو إلى الله، إلى الرب جل جلاله، لا إلى ذكائهم ولا إلى عقولهم ولا إلى نباهتهم، وإنما أدركوا أن الذي يوفق هو الله والذي يثبت هو الله. فلذلك كان الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، ما نحن فيه من الاستقامة يا ربنا نعلن لك وللناس أن ما نحن فيه إنما هو بسبب منك، فأنت الذي هديت وأنت الذي أعطيت. هذا الأدب العظيم وهذا الخطاب الجليل، ما أحوج أهل الإسلام في كل زمان أن يتعلموا منه، أن يتعلم الإنسان هذا الأدب وأن يرتقي بعقله وقلبه إلى هذا الفهم، أن يعلم أنه ليس شيء في هذا الوجود أغلى ولا أعظم ولا أثمن من الإيمان وتحصيل الهدى، أنك مسلم، أنك تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بكتابه، وتؤمن بملائكته، وتؤمن باليوم الآخر،
وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الاعتقاد جعلك في ملكوت السماوات إنساناً ومخلوقاً عظيماً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم. أصبح دمك بهذا الإسلام هذا قدره عند الله. هل يعلم المسلم قيمته وقدره بهذا الإسلام؟ هل يعلم المسلم أن هذه الكائنات عندما يكون مسلماً حقاً هي تفرح بوجوده، تبكي يوم وفاته؟ هل يعلم أن هذه الكائنات تستأنس به حين يمر عليها؟ يقول ابن مسعود فيما صح عنه رضي الله عنه، يقول: إن الجبل لينادي الجبل أمامه يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فإن قال نعم يفرح ذلك الجبل أنه مر على جبل أمامه رجل ذكر الله عز وجل. هل يعلم المؤمن ما هو قدره عند الله بهذا الإسلام وهذا الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فمن عرف ماذا هو بالإسلام، ماذا هو بالإيمان، هنا سنجد منه مثل هذا التصرف، هذا الخوف أن يفقد هذا الإيمان. كلما قامت فتنة وكلما ثارت شبهة وكلما أظهر الناس شهوة ودعوا إليها، وإذا بذاك المؤمن ينتابه من الخوف والقلق من نفس أمارة بالسوء بين صدره قد تدفعه إلى ذلك الباطل فيحرم من الخير الذي هو فيه. لذلك هؤلاء بعد أن أخبر الله عز وجل عن زيغ أولئك مباشرة خرج منهم ذاك الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نريد رحمتك لا لأننا قدمنا عملاً فتكافئنا مثامنةً، لا، ولكن نريد رحمةً من عندك لأن العطاء لائق بك فأنت الوهاب. أظهرت لنا يا ربنا أن من أسمائك الوهاب، فهذا رجاؤنا، لا أننا نريد مثامنةً على عمل. هذه الآداب العظيمة التي ظهرت في هذا الدعاء، كم نحن بحاجة أن نتأدب بهذا الأدب وأن نفهم كيف نتعامل مع ربنا. أما أن الإنسان يدل على ربه بعمل فيه من الخلل ما الله به عليم، وهؤلاء الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حالهم عندما يلجؤون إلى ربهم، وهذا خوفهم، هذا خوفهم. وعندما يأتي أمر النفاق كيف كان خوفهم؟ كما كان يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول: أدركت 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان يخشى على نفسه من النفاق. عمر، ومن عمر الفاروق رضي الله عنه، كان يجتهد مع حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين، ويقول: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخاف على نفسه النفاق ويكرر عليه
وقضية ليست عابرة إلى أن يقول أسألك بالله يا حذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فعندما رأى إصراره وتكرار هذا الطلب قال له لا ولا أزكي أحدا بعدك. فهؤلاء هذا دعاؤهم عندما رأوا من فقد ذاك المفتاح العظيم لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح الأعمال، مع أنهم في ظاهرهم أنهم أهل علم وأهل وجاهة وأهل رأي، وقلنا ثلاثة كانوا كبار الوفد عالمهم وأميرهم، إذن هم أهل علم وأهل رأي وأهل سلطان، ومع ذلك فقدوا مفتاح الحق. فإذن ما هو الأمر؟ لذلك وجدوا أن الحل هو أن نلجأ إلى من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ثم بيّنوا، ولاحظوا لما كان أيضاً فتنة هؤلاء القوم في المال في الدنيا، فأيضاً كما أنهم ابتداءً طلبوا القضية الأساس وهي عدم زيغ القلوب والطلب من الله أن يثبت قلوبهم، بدأوا إلى هذا المظهر الآن، مظهر المرض الرئيس، رجعوا إلى ماذا؟ إلى معالجة أيضاً الأمر الذي قبله وجعلوه في دعاء، أي أنه يا ربنا أردنا ألا نكون مثلهم في طريق الزيغ، وأيضاً ليس المطلب ألا نكون بهذا الطريق حتى تكون عندنا أموال الدنيا بطريق مشروع ليس حرام، لا ليس هذا المطلب، وإنما المطلب أن نسعد في الآخرة. واضح؟ إذن ليس مطلب صلاح الدين لأجل صلاح الدنيا فحسب، وإنما نريد صلاح الدين في الدنيا لنسعد بهذا الصلاح في الآخرة. فلذلك جاء تكملة الدعاء في الآية الثانية، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إذن ما نريد أن نزيغ عن الحق، ونريد أن نثبت على الهدى، وأن تزيدنا من رحمتك، وأن المقصود بذلك أن نسعد بهذا كله في الآخرة عندك. ومن هنا قلنا هذه الآية وأمثالها كثير في القرآن أعطتنا تلك النتيجة التي يقررها العلماء، أن الإنسان المؤمن إنسان أخروي وليس إنسانا دنيوي، إنسان يعيش للآخرة، ولكن الدنيا هي بوابة الآخرة، بوابة الآخرة إعمارها العمارة الراشدة طريق إلى الجنة، التمتع بالحياة الطيبة فيها، الطيبة بميزان القرآن طريق إلى الجنة. فالإنسان المؤمن إنسان أخروي وليس إنسان دنيوي. فإذا هذه الآية تنضم مع كثير من آيات القرآن لتكرر هذه الحقيقة فيما يتعلق بشأن المؤمن. بعد أن تم الدعاء بهذه الآداب العظيمة، ونتصور الآن أن أمامنا فئتين، وأن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فأول ما سوف نجد
أن المصير للناس ينقسم إلى مصيرين لا ثالث لهما: مصير أهل الزيغ ومصير أهل الهدى. أليسوا قد انقسموا إلى قسمين؟ أهل زيغ وأهل هدى. فالمصير ينقسم على هذا التقسيم، فهم أهل الإيمان وأهل الكفر، هم أهل الإسلام وأهل الفسق، هم أهل التقوى وأهل الضلال. قسمين، هؤلاء لهم أوصاف وهؤلاء لهم أوصاف ومسميات. فأهل الإسلام أين؟ في فئة أهل الإيمان. أهل الإحسان في فئة أهل الإيمان. أهل التقوى في فئة أهل الإيمان. أهل الخير في فئة أهل الإيمان. لكن أهل الكفر، أهل الضلال، أهل الشرك، أهل الظلم، أهل الكذب والتكذيب، هذه فئة وتلك فئة. والمصير ينقسم إلى قسمين: فمصير أهل الإيمان هو مصير السعداء، فأما الذين سعدوا مآلهم إلى السعادة، وأما المصير الثاني مصير الأشقياء، فأما الذين شقوا فهو مآل للسعادة أو مآل للشقاء، وليس هناك ثالث. وانظروا من تأمل العلماء كيف أعلم الله عز وجل أن هؤلاء الذين دعوا هذا الدعاء بهذه الحرارة، بهذا الأدب، بهذه المعاني العظيمة الجليلة، إثر ما رأوا وما سمعوا، كيف أعلمهم الله بحاله وموقفه من دعائهم؟ هل قال لهم قبلت دعاءكم؟ الجواب لا، وإنما كيف كان إعلامهم بالجواب؟ أنه ذكر خصومهم أصحاب الفريق الثاني الذين هم أعلنوا لربهم أنهم ليسوا منهم، وأعلنوا لربهم طالبين أن لا يخرجهم مما هم فيه وينقلهم إلى حالهم، فجاء الإخبار من الله بحال خصومهم ومآلهم، وذكرهم بالوصف الذي كانوا فيه، وهو الوصف الذي هم بريئون منه، وأخبر عن مآلهم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن مآلهم غير مآل هؤلاء، فكان في ذلك إعلام بأن الله قبل دعاءهم. واضح؟ إذن هذا تأمل العلماء وتدبرهم في كتاب الله والتلذذ بالقرآن عندما يفهم الإنسان معانيه ومراد الله. فمما يزيد الإنسان فرحاً أن من فارق هذا الطريق تبين أنه في مكان آخر، وأنه عندما ذكر أولئك في ذلك المآل أن الله عز وجل قال أنتم لستم معهم. والإنسان الخائف أكبر شيء يهمه ما هو؟ ليس تحقيق المطلوب، بل النجاة مما كان يخشاه ويخاف منه. أكبر وأول ما يريد أن يترقبه عندما يرى الإنسان مثلاً يسمع بحادث أو بنكبة، وله مثلاً في هذا المكان ممن يحب من ولده أو قريبه أو صاحبه أو عزيز عليه، ما هو أعز خبر سوف يأتي؟ أن هذا الذي يحب ليس مع الهالكين. هذه همة الإنسان في تلك اللحظة. فلذلك الجليل جل جلاله يخبر هؤلاء الذين دعاؤهم
دعاء خوف وخشية على أنفسهم، فيخبرهم أنكم أنتم لستم من هؤلاء القوم ولا معهم في مآلهم ومصيرهم. فكان في ذلك طمأنينة وراحة لهم، وأن الله عز وجل قبل دعاءهم. فماذا يقول الرب جل جلاله في إعطائهم هذه الطمأنينة؟ هذا من جهة هؤلاء، وأولئك القوم الذين كفروا يخاطبون بهذا الخطاب. وهنا نريد أن نقف مع المعاني العظيمة الجليلة التي تنبه لها العلماء وهم يتدبرون آيات القرآن، وكيف أن الله جل جلاله وهو أرحم الراحمين يخاطب عبده مهما كان إعراضه، وإلى آخر لحظة من عمره في هذه الدنيا، ويحرك فيه نوازع العقل علّه أن يستبصر بها فيعود إلى الحق. فانظروا إلى هذا المعنى العظيم العميق الذي أشار له بعض المفسرين. الإمام البقاعي ماذا قال؟ الآن قلنا هؤلاء نصارى نجران، ما الذي صرفهم عن قبول الحق أو حتى أن نية الحوار لأجل طلب الحق؟ هو ماذا؟ المال. المال الذي يأتي من أين؟ من عند من؟ من عند قيصر الروم. ومن قيصر الروم بالنسبة لوضع عرب الجزيرة في تلك الحقبة؟ كانت هي أكبر سلطة ودولة في تلك الحقبة، ولهم من اتساع الأرض وملكها والسلطان والمال الشيء العظيم، الشيء العظيم الكبير. لذلك كان الروم في تلك الحقبة إذا ما حصل خلاف بين قبائل العرب فإنهم كانوا يستأنفون أن يبعثوا واحداً منهم للفصل بينهم، فيبعثون من مواليهم من الغساسنة أو المناذرة من يفصل بينهم. فانظروا هؤلاء القوم الذين هم بهذا الحال، وهؤلاء الذين يتنعمون تحت هذا السلطان، وصرفهم هذا الأمر عن قبول الحق، كيف يذكرهم الله؟ كيف يذكرهم الله؟ وكيف يخاطبهم بخطاب لو تأملوه لغيروا معادلة النظر تماما؟ يقول لهم بنو إسرائيل يهودا أو نصارى، وهذا السلطان الذي الآن قيصر فيه، يقول ارجعوا إلى التاريخ واستحضروا الذاكرة التاريخية، من أنتم يا بني إسرائيل في زمن فرعون؟ ماذا كنتم؟ ألستم كنتم عبيد القوم وخدام القوم والأمر ليس لكم؟ فعندما جاءكم الحق وآمنتم بموسى عليه السلام وكفر فرعون ولم يقبل الحق ورفض الحق وكذب بآيات الله واستخف قومه وأطاعوه في هذا التكذيب، ماذا فعل الله عز وجل؟ أليس أهلك عدوكم وأنتم الضعفاء وأنتم الأذلة وأنتم القلة؟ فبأي شيء نصركم الله؟ هل نصركم بأموالكم؟ هل نصركم بسلاحكم؟ هل نصركم بعددكم؟ وإنما نصركم بقبولكم الحق، وأذل خصمكم لأنه كذب بالحق، ثم ملككم
أرضهم وديارهم. بأي شيء؟ بقبول الحق. وها أنتم الآن يعرض عليكم الحق، وإذا بكم تفعلون فعل فرعون وآل فرعون ولا تقبلون الحق. فأي موعظة عظيمة لو كانت عندهم عقول ولو كان علمهم نافع ولو كانت ما هم فيه من القدرة على إدارة أمر قومهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، لكنهم لم يعتبروا ولم ينتفعوا بهذا الدرس، ويبقى درس القرآن قائما. واضح؟ فلذلك يأتي هنا التذكير كدأب آل فرعون. إذن أنتم الآن يا من الله عز وجل أعطاكم، سبب ما هذه العطية وما أنتم فيه هو ماذا؟ هو إيمان أسلافكم الذين صدقوا بموسى وأطاعوه وآمنوا به ولم يقبلوا قول فرعون أنا ربكم الأعلى. فلما قبلوا الحق الله عز وجل فعل ما فعل بمن كان بيده المال والجاه والسلطان، وأذله ثم أعز من قبل الحق واتبعه. فكم في هذا الأمر من عظة لهم، لكنهم ماذا؟ لم يتفطنوا لهذا الدرس ولم ينتبهوا له. فيقول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذن هذه الآن الآية الأولى المبشرة بالدرجة الرئيسة للصحابة بأن هذا مآل خصومكم، إذن أنتم لكم ماذا؟ لكم مآل آخر ولكم مصير آخر، فأنتم لستم منهم، لستم منهم. هذه واحدة. الأمر الثاني فيه تحذير لكم يا أهل الإيمان، انتبهوا. الآن السورة سورة توحيد، وأليق ما يكون في سورة التوحيد أن يبين كل سبب مؤثر في كمال التوحيد وتحقيقه أن ينبه عليه أهل التوحيد. فالتعلق بالدنيا خادش لكمال التوحيد، وطريق يقود صاحبه إذا لم يتنبه إلى ماذا؟ إلى أن يفارق التوحيد. فإذن الأمر الثاني أن فيه تحذير، ولذلك قال العلماء هنا أن هذه الموعظة البليغة في هذه الآية تغسل من قلوب أهل الإيمان التعلق بالدنيا، وأنها تصحح في قلوبهم وزن الأشياء. فليس الفخر بالمال، وليس الفخر بكثرة الولد، ليس ما تعده لتلقى الله كثرة مال ولا كثرة ولد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم طلبتم فتعلموا، دعوتم فالله عز وجل يعلمكم. فمما ينبغي أن تتعلموه ألا تتعلق القلوب بالدنيا، وألا تعتمدوا في ملاقاة ربكم على كثرة مال أو كثرة ولد، وإنما على عمل صالح.
فكيف يكون المال صالحا وبه يصلح العمل، وكيف يكون الولد صالحا وبه يمتد صلاح العمل للأب والأم؟ هذا هو المطلب. فلذلك إذن هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول فيما يتعلق بإجابة الدعاء أن هؤلاء لهم مصير ليس مصيركم. الفائدة الثانية غسل القلب من التعلق بالدنيا وتعديل ميزان تقويم الأشياء وبماذا تريد أن تلقى الله. فلذلك ليس كبير إنجاز أن تلقى الله بكثرة مال مودع وقد خالفت أمر الله في جمعه، وخالفت أمر الله في حفظه، وخالفت أمر الله في الوصية به، وخالفت أمر الله عز وجل في صرفه. إذن هذا المال صاحبه تعيس به وليس سعيد به، واضح؟ وكذلك الولد، فإذا صار الإنسان لا ينظر إلى ولده ولا حق ولده عليه إلا حق من يعلف دابته إشكال. فإذن هذه الآية فيها تحذير في أمر التعلق بالدنيا، وفيها تنبيه لوزن الأشياء بالميزان الصحيح، بالميزان الصحيح. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. إن الذين كفروا، الوصف والتسمية القرآنية تسمية واضحة. الذين لم يقبلوا الإيمان بالله وحده، الذين لم يقبلوا أن العبادة لله وحده، الذين لم يصدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لم يؤمنوا بأن القرآن كتاب الله، الذين لم يؤمنوا باليوم الآخر، الذين لم يصدقوا بالجنة والنار، من هم هؤلاء؟ هؤلاء إن الذين كفروا، هذا اسمهم في كتاب ربنا جل جلاله. طيب الكافر من هو؟ في اللغة الله عز وجل ذكر في كتابه، قال: كمثل غيث يعجب الكفار نباته. من المقصود بالكفار هنا؟ الزراع. كيف يسمى الزارع كافرا؟ لأن الزارع يضع البذرة في وسط الأرض ويغطيها بالتراب، فالكافر هو الذي يغطي الشيء ويستره. طيب هؤلاء ستروا ماذا؟ غطوا ماذا؟ هؤلاء غطوا تلك الفطرة السليمة التي خلقهم الله عليها بمكر إبليس والنفس الأمارة بالسوء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ خلقك الله على خلقة تعلم بأن لك ربا واحدا هو الله، خلقك الله على فطرة تقبل الحق وتعلم أنه نافع، وفيها إدراك الباطل وأنه ضار، لكن ذاك الإدراك يحتاج إلى مكمل فتأتي الشرائع لتكمله. فهؤلاء لما غطوا تلك الفطر وغرسوا شجرة الباطل في قلوبهم، فلذلك سموا بالكفار، غطوا تلك الفطر. فيقول الله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم.
طيب هنا تغني، هل سبق أنهم قالوا أنها تغنينا؟ ولم يرد هنا. قال العلماء أن ذلك ورد من قولهم، وأن الله ذكره في سور عدة قبل ذلك، وأن هذا شأن كل الكفار. فماذا قال كفار قريش يوم أن نظروا، وخصوصا أصحاب الأموال منهم وأصحاب الأولاد منهم؟ ماذا كانوا يقولون لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل في القرآن كما في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. زي ما نحن في الدنيا، يقولون مثل ما نحن بهذه الأموال وبكثرة الأولاد، يخبرون عن أنفسهم أنهم هم الأسياد. قالوا فكذلك إذا جئنا يوم القيامة فكما كنا أسياداً في الدنيا نكون أسياداً في الآخرة. إذن هذا قولهم، هذا وهمهم، وهذا ما ينظرون لأنفسهم ويعيشون هذا التخيل. فلذلك نجد في القرآن أن الله كرر ذكر هذا الأمر على ألسنتهم، وبين الجواب أيضاً في سور متعددة وفي السور المكية. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويوم أن يخبر الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس معه مال وليس معه ولد، فرد. رد على تلك الدعاوى وذاك الخيال والتخيل، واضح؟ فلذلك هنا عندما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأنهم كانوا يظنون أن ذلك سينفعهم. إذن هذه واحدة. ثانية، قوله لن تغني، الغناء هنا المقصود به تحقيق أمرين. الأول ما هو؟ أن تدفع. والأمر الثاني أن تنفع. أن تدفع ما يضر، وأن تنفع بتحقيق النافع. فقوله لن تغني، إذن لن تدفع ضراً ولن تحقق نفعاً. وأكبر ما يكون في إيقاع الألم على الإنسان أن ينحرم من الأمرين. فالأعلى أن يندفع الضر وأن يتحقق النفع. الأقل ما هو؟ إذا لم يتحقق النفع فعلى أقل تقديراً يندفع إيش؟ الضار. أما أنه يصبح الإنسان لا يملك ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر وهو حاصل عليه نازل عليه، ولا أن يحقق لنفسه النفع وهو قريب منه ينظر إليه، فهذا شدة العذاب. ولذلك في الآية الله عز وجل جمع لهم الأمرين. كيف جمع لهم الأمر الأول وهو أنهم لن يجدوا ما يدفع عنهم الضر في قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وجمع لهم الثاني وهو نزول الألم بقوله وأولئك هم وقود النار. إذن لن يندفع ألم ولن يتحقق نفع.
واضح؟ فلذلك هذا أيضا معنى ثاني في هذه الآية العظيمة المباركة، أن الله عز وجل يخبر هؤلاء بشؤم المآل والمصير نتيجة الطريق الذي اختاروه، فهم ما ظنوا وتوهموا أنه سينفعهم يوم القيامة لن ينفعوا، وأن ما هم عليه أنه سينفعهم لن ينفعوا، فلن يندفع عنهم ضر ولن يتحقق لهم المقصود، فليس إلا العذاب. إذن هذه الثانية أيضا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ذكر الأموال والأولاد ولم يذكر غيرها، هل عند العلماء جواب؟ مع أنه قد تكون هناك أمور أخرى مثلا من الناس غير الأولاد، الأعوان والمناصرين، ومن الأموال إذا قلنا أن الأموال النقود وغيرها، فهناك أيضا غير ذلك، وأيضا في الترتيب، فلماذا قدم الأموال على الأولاد؟ فماذا قال العلماء في نظرهم إلى هذه الأمور؟ قالوا: أما اقتصار الآية على ذكر الأموال والأولاد فإنه عند اشتداد الأمور يعتمد الإنسان على أرجى ما يكون فيه الغنى في تحقيق النافع ودفع الضر، وعند التأمل فإن الناس في الدنيا عند شدة الأمور فإنهم يدفعون المؤلم ببذل الأموال، وإذا لم تكفي فإن أعظم ما سيضح من سيضحي من إنسان لإنسان إنما هم الولد لآبائهم وأمهاتهم. فلما كان هذه خلاصة ما يغني في المثمنات وهي الأموال، وخلاصة من يدفع من الناس عن الناس إنما هم الأولاد، فاقتصر على ذكرهم بمعنى أنه في ذلك اليوم لو جئتم بخلاصة من تقدمون في الدنيا للدفع عنكم فلن يدفع عنكم ذلك ما سيحل عليكم من العذاب. واضح؟ إذن هذا ذكر والاقتصار على الأموال والأولاد. أما في الترتيب قالوا: عندما يذكر أمر الشهوات فيقدم الزوجات والأولاد على الأموال لأنها عند الإنسان أكثر ميلاً، وأما في التضحية فيقدم الإنسان المال على ولده، أليس كذلك؟ عند التضحية من ستقدم إذا كان لابد أن تفقد واحداً من اثنين، مالك أو ولدك؟ من الذي ستقدم في التضحية؟ مالك. قالوا: فلما كان الموطن موطن تضحية فرتب الأمر بحسب ما يفعل الناس، فأول ما يقدم الإنسان في التضحية ماله، فإن لم يجد فقدم الولد. واضح؟ فلذلك قالوا جاء الترتيب بهذه الطريقة لملائمة الحال، لن تغني عنهم، وعنهم هنا فيها الاختصاص، أي بأن هذه أموال لهم وأولاد لهم، فهي لن تغني عنهم بذواتهم، بمعنى أنه لا مخرج لكم، وأن المقصود أنتم. من أنتم؟ الذين كفرتم بالله. هنا يا إخوة، هنا
كم يفرح الإنسان بالإيمان الذي أعطاه الله، كم يكون الإنسان حريص على هذا الإيمان، كم يكون هذا الإنسان يسعى ألا يفارق الدنيا إلا وهو على الإيمان، كم سيكون محارباً لعدو الله إبليس وجنده ويبعد ويبتعد عنهم ولا يسمع لهم ولا يصغي ولا يطيع، لأنه من كان هذا مآله، هل هذا أحد ينظر له نظرة شرف أو نظرة علو وإنه يتمنى أن يكون معه؟ إذا لم نكن ننظر إلى من كفر بالله هذه النظرة ما عرفنا قيمة الإيمان. إذا ما زال الإنسان ينظر على أن الكافر سعيد، والله ما عرف الإيمان ولا عرف قيمة النعمة التي هو فيها، وما عرف قيمة التعاسة التي يعيشها من كفر بالله. هذا الذي يريد أن يفهم القرآن وأن ينقاد لآيات القرآن. هؤلاء الذين يخبر الله عنهم بهذا الإخبار وينبهنا العلماء بمعاني هذه الكلمات بهذا الفهم، كيف بعد ذلك؟ لذلك لا تنسوا ماذا قلنا في نظر المؤمن إلى الكافر. قلنا ينظر إليه بنظرين، الأول ما هو؟ عندما يسمع هذه الأمور وما هو فيه من الإيمان، فينظر نظرة فرح لا يعدلها الدنيا وما فيها، أن الله ما جعله مثله، يفرح. هذا الفرح ماذا سيعطيه؟ أنه يثبت على الحق الذي هو فيه ولا يغريه الباطل الذي عليه من كفر. النظرة الثانية ما هي؟ نظرة حزن. مهما كان هذا الإنسان هو من حيث النسب ماذا؟ نهاية المطاف هو ابن عمك بني جلدك، أليس هو منتسب إلى آدم؟ من الذي أغواه؟ إبليس. إبليس من؟ مخلوق من نار، ليس هو من ولد آدم. إبليس استغفل أهل الإيمان وأخذ بعض أهلهم وجرهم إليه، فتحزن أنه ذهب إليه. هذا الحزن ماذا سيؤدي؟ يؤدي إلى أن تحرص أن تنقذه من النار. فهنا يأتي قضية الدعوة والرحمة. هذا الذي جعل العلماء يقولون تلك الكلمات العجيبة، عندما نفهم هذه المعادلة بهذه الطريقة، عندها نفهم معنى كلمة عمر بن عبد العزيز عندما يقول: وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض قطعة قطعة يقطع، وكلما قطعت منه قطعة قبل الناس سنة وتركوا باطلا. يقول: حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. ويقول بعض العلماء، يقول: لو أن واحداً من هؤلاء الكفار أسلم أحب إلي وأحب عندي من أن تتحول سواري هذا المسجد كلها ذهب لي. هذه العاطفة، هذه الرحمة، هذه الرحمة التي هذه الرسالة المحمدية محورها قائم على هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا نظر المؤمن إلى الكافر، نظر يثبت ونظر يدفعه للتذكير والوعظ والنصح والدعوة. أما إذا فقد المؤمن هذا الميزان فستكون في علاقته إشكال. لذلك ليس المقصود أبداً، ليس المقصود الأوحد في التعامل مع الكافر أنه يقتل، هذا إشكال في الفهم، بل المقصود الأكبر ما هو؟ أن تعيده إلى الحق.
أن يعود إلى الحق وأن يقبل الحق، أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار. هذا هو المقصود الأعلى. ولذلك عندما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم والله مؤثر، لو استطعنا أن نستحضر ظرفه، النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة الإيذاء الشديد، ثم من كان يهون عليه في بيته إذا ما رجع زوجه خديجة ماتت، ومن كان يحوطه في خارج بيته أبو طالب مات، استأسد عليه الملأ من قريش فأخرجوه، فذهب إلى أهل الطائف علّه أن يجد نصرة، أيام عنده وهم يؤذوه ويخرجوه ويضربوه بالأحجار وهو يجري بين أيديهم، ليس له من يحوطه من البشر. يقول: فخرجت هائما على وجهي ما أدري أين أتجه. قال: فما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، مسافة قرابة 40 كيلومتر، يمشي لا يدري أين يتجه. يقول: عندما وصلت بدأت استوعب الوضع الذي أنا فيه، فيبعث الله له جبريل ويبعث له ملك الجبال، ملك الجبال، ويقول له: يا محمد، إن الله بعثني إليك وأمرني أن أطيعك، لن أعصيك في اختيار تطلبه، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أنهي لك هؤلاء في لحظة، لكن هناك درس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هناك درس من أنبياء قبله، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، لا تمل. فماذا كان الجواب؟ ويعرض عليه وهو في تلك الحال، والله يقول لملك الجبال: أطع محمد في كل ما يريد. فإذا بالجواب يقول له: لا، بل أصبر وأستأني، أتريث بهم، عل الله أن يخرج منهم، لا، من أولادهم، لا، عل الله أن يخرج من أصلابهم، من الجيل، هم الجيل أو الجيل الذي بعدهم أو الذي بعدهم، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إذن عندما نجد أن العلماء يقفون مع هذه الآيات ويبينون ما فيها من مواعظ الرحمة بالناس وبأهل الكفر، ففي وسط الإخبار عن العذاب نجد كيف تقام الحجة رحمة بهم علهم يعودون وعلهم يرجعون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله. ماذا قال العلماء؟ وهنا أيضا قالوا معاني لطيفة: لن تغني عنهم من الله، منهم من قال هنا إخبار عن البداية، بمعنى من الله أي كل ما سيأتيهم من الله من العقوبة في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر ثم في النار، فإن أموالهم لن تستطيع أن تدفع عنهم ما يأتيهم من عند الله في أي مرحلة من هذه المراحل حتى في الدنيا. ومنهم من قال من بمعنى عند، أي عند الله يوم القيامة، لن تغني عنهم من الله شيئا. وأولئك، الخطاب هنا جاء للتقريب، أولئك، هذا المعنى كم سيكون فيه تحفيز للصحابة أن يثبتوا. أولئك من؟ هؤلاء الذين نظرتم إليهم، هؤلاء الذين ربما في دخولكم للمسجد أو خروجكم منه لامست أجسادكم أجسادهم، هؤلاء الذين عرفتموهم، نظرتم إلى حركتهم، سمعتم أقوالهم،
رأيتم أثر ذلك على وجوههم، هؤلاء الذين عاشرتوهم أولئك هم وقود النار. كم سيكون لهذه القضية من أثر على نفس الإنسان؟ وعندما يفهم الإنسان هذا المعنى ويتجدد هذا الأمر بين كل أهل إيمان وأهل كفر، فماذا سيجد الإنسان في نفسه من شعور عندما ينظر إلى أهل الكفر وهم يسلكون طريقاً يقودهم إلى هذا المآل؟ أولئك هم وقود النار، أولئك الذين نظرتم إليهم وسمعتم قولهم ورأيتم زيغ قلوبهم ورأيتم الزيغ الذي سلكوه، فهؤلاء هم لا غيرهم، لا غيرهم، أي بمعنى هؤلاء هم الذين فعلوا هذا الفعل. وهكذا يخاطب أهل الإيمان في كل زمن في مقابل من فعل كما فعل الأول. أولئك هم وقود النار، وقود بالفتح بمعنى أداة الإحراق. وسبحان الله، من الذي سيعذب؟ هم. بأي شيء يعذبون؟ بالنار. ما هي مادة النار؟ هم، هم المعذبون وهم أداة التعذيب. وأي بشاعة للوضع. ثم الوقود الحطب، هل الحطب عندما يوضع هل له مصلحة إلا أن يحرق؟ هل له أي شيء يفعل بالحطب إلا أن يحرق؟ فكذلك هم، هم وقود، إذن بهذا الفعل لن يكون لهم إلا هذا المآل. وأيضا قال العلماء أن هذا إخبار على أنهم مخلدون في النار. إذن هذا الوصف العجيب وهذا التعبير الرباني، هذا الكلام الرباني وهذا الفهم للعلماء وهم يتدبرون كتاب ربهم عز وجل، ما هي الصورة التي ستنجلي للعبد المؤمن؟ ما هو الأمر الذي سيجده في نفسه نحو الإيمان، نحو الكتاب، نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، نحو الصحابة، نحو العلماء؟ وما هي أيضا نظرته إلى من كفر بالله، هؤلاء الذين تتكرر صورتهم ولم ينتفعوا؟ إذن معاني عظيمة إذا ما وقف الإنسان أمامها متدبرا فيجد كم سيكون لهذا الكتاب من أثر على الإنسان. وعندها يدرك عندما أخبر الله أن هذا الكتاب كتاب هدى، فهذا الهدى الذي جاء الله عز وجل به تثبت به القلوب وتطمئن وترتاح وتخشى وتخاف وتعمل ولا تركن وتجد وتجتهد ولا تكسل. لماذا؟ لأن الأمر جد، لأن الأمر جد. ما خلقت للعب، والله ما خلقنا للعب واللعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فعندما يقف الذي يخبر هذا الإخبار ويتوعد هذا الوعيد ويجلي الأمور بهذا الجلاء، لا يمكن أن الأمر هزل. وليس صحيح أن الإنسان يأتي للقرآن ويقرأ وهمه أن يقرأ، ختمت القرآن، ماذا وقفت؟ ماذا تدبرت؟ ما الذكرى التي حصلت لك؟ وكل فكره أن يحصل الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وانتهى. ليس الأمر كذلك. الأمر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا هذا التدبر وهذا الفهم هذا هو المطلوب، وهذا الوعي الذي قربه أهل العلم لنا
لا بد من الوقوف معه، ولا يليق أبداً والله بمؤمن يعلم أن هذا الكتاب كتاب هدى ثم يمضي عليه عمره وما وقف يتدبر ولا آية من كتاب الله، ولا يوعظ نفسه بآية من كتاب الله، فهذا محل قصور. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، أسأله جل جلاله أن يعلمنا مراده في كتابه ووحيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حب هذا الكتاب على قلوبنا أحب من الماء البارد على شدة الظمأ، ونسأله عز وجل أن يرفعنا به في الآخرة، وأن يكسونا به الحلل، وأن يسكننا به الجنان، وأن يسكننا به الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.